السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج آية وحكاية. حكاية اليوم يرويها لنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم. يقول عبد الله بن مسعود: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة. يعني في رجل جه للرسول عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، إني عالجت امرأة، يعني داعبت امرأة وزاولت منها ما يكون بين الرجل والمرأة في أقصى المدينة، يعني في أطراف المدينة بعيد عن العمران، وإني أصبت منها دون ما أمسها، يعني استمتعت بها ما شئت دون أن أجامعها، وها أنا ذا فاقض في ما شئت، يعني أنا حاضر بين يديك فأقم علي ما شئت، كناية عن كامل التسليم والانقياد لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، لأنه علم أنه أخطأ. فقال له عمر بن الخطاب: لقد سترك الله، لولا سترت نفسك، يعني أنت كان ربنا سترك، أنت بتفضح نفسك ليه؟ فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. صدق الله العظيم. فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه، يعني بعت وراه حد عشان يندهله، لأن الرجل كان مشي. فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة، يعني الآية دي ليه لوحده؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل للناس كافة، يعني الآية دي للناس كلها. فمهما كانت ذنوبك ومهما كانت معاصيك، فاترك هناك حبلا متصلا بينك وبين الله، وهي الصلاة. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. صدق الله العظيم. أصدقائي الأعزاء، كانت هذه حكاية اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.